الأطباء تطالب بوقف عرض إعلان الملابس الداخلية، وبتقول أسلوب مبتذل وتنمر وإساءة للمهنة. الخبر بيقول أعلنت نقابة أطباء مصر إنها رصدت أحد الإعلانات التجارية لإحدى شركات الملابس الداخلية والتي تم بثه عبر الفضائيات وموقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة رفضها واستهجانها لهذا الإعلان شكله مضمون. وقالت نقابة الأطباء إن الإعلان بينطوي على تنمر صريح وواضح على المواطن المصري وبيظهره بصورة لا تليق، حيث يظهر الإعلان التجاري المواطن المصري بملابس داخلية مقطعة وقديمة جدا مهترئة خالص، كما أن الإعلان يتضمن إساءة وإهانة للفريق الطبي، حيث أظهر المواطن المصري هو في صورة شخص مريض بيطلب الكشف الطبي، وطبيب والممرضة بيسخروا من ملابسه المتقطعة وبيضحكوا عليه، وده طبعا بينتفي لسلوك الفريق الطبي وتحرمه لوائح آداب المهن المختلفة، وفي مقدمتها طبعا المهن الطبية. وجاء في بيان النقابة عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك، بتقول رصدت نقابة أطباء مصر أحد الإعلانات التجارية لإحدى شركات الملابس الداخلية وتم بثه عبر الفضائيات وموقع التواصل الاجتماعي، طبعا في كل اللي احنا قلناه دوت. وكمان تابع البيان، إذا احتوى هذا الإعلان على أسلوب مبتذل وتنمر على المواطن المصري وإساءة للفريق الطبي وخرقا لقانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، وكذلك ميثاق الشرق الإعلامي الصادر بقرار 17/2017. المهم إن في النهاية طبعا النقابة إنها تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه الإعلانات اللي بتسيء للشعب المصري ومهنة الطب في مصر.